بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو السابق عرفنا ايه هو انخفاض وهبوط الضغط، عرفنا تعريفه وعرفنا ازاي الانسان يبقى مصاب بهبوط الضغط، وعرفنا الاسباب وعرفنا عوامل الخطر اللي بتؤدي لهبوط الضغط وعرفنا الاعراض، وفي عجالة اتكلمنا عن العلاج. النهاردة هنتكلم بشكل مفصل عن علاج انخفاض الضغط. في حاجات لازم ضروري نعملها علشان نتخلص ونقي نفسنا من هبوط الضغط، زي مثلا ما نقفش مرة واحدة بشكل مفاجئ، لكن لازم يكون الوقوف بشكل تدريجي خصوصا عند الاستيقاظ في الصباح، وينصح بممارسة حركات جسدية قبل الوقوف زي التمدد، الاسترتشات، نعملها استرتش كده انا وقايم من السرير قبل ما اقف، وذلك لزيادة نشاط القلب وتدفق الدم في اعضاء الجسم. تاني حاجة تجنب الوقوف لفترات طويلة، وده لنمنع حدوث انخفاض ضغط الدم العصبي. رقم 3 ارتداء الجوارب الطويلة، تضع ايضا بالجوارب الضاغطة بتضغط لانها بتزود الضغط على القدمين والبطن، وده يحسن الدورة الدموية ويرفع ضغط الدم. لكن قبل ما نلجأ لموضوع ارتداء الجوارب الطويلة لازم نستشير الطبيب علشان نشوف هل مناسب ليا ولا مش مناسب. بعد كده من الحاجات المهمة جدا تناول الأملاح، ينصح بزيادة نسبة تناول الملح لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض في ضغط الدم، وده علشان نساعد على رفع الضغط من خلال زيادة نسبة عنصر الصوديوم في الدم، لكن لازم نلاحظ انه ما يزيدش عن 2000 ميلي جرام في اليوم. تجنب تناول المشروبات المحتوية على الكافيين ليلا، بالإضافة إلى عدم تناول المشروبات الكحولية، وده لمنع الإصابة بالجفاف الذي قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم. الكافيين والليل بيخليني أدخل الحمام كتير وده بيعمل جفاف، والجفاف بيؤدي لانخفاض الضغط، عشان كده يجب تجنب تناول المشروبات المحتوية على الكافيين زي القهوة مثلا أو الشاي بالليل، وكذلك المشروبات الكحولية. وأيضا من الحاجات المهمة جدا لعلاج انخفاض الضغط تناول الطعام على وجبات صغيرة متكررة. ياريت ما ينفعش ناكل وجبة كبيرة في الغداء مثلا، لكن نتناول وجبات الطعام على هيئة وجبات صغيرة متكررة، ويساعد الاستلقاء او الجلوس بعد الانتهاء من الطعام على منع الاصابة بانخفاض ضغط الدم، وده علشان نمنع انخفاض ضغط الدم بعد الاكل. وزيادة تناول السوائل والاملاح ده بيساعد على عدم الدخول في حالة الجفاف اللي بتعد احد الاسباب المهمة لانخفاض ضغط الدم. ايضا من الحاجات المهمة لعلاج انخفاض ضغط الدم تغيير بعض الادوية. لو كان الواحد بياخد ادوية بتخفض ضغط الدم ياريت نغيرها طبعا باستشارة الطبيب، الطبيب بيبدل الادوية ديت وبيمنحها. الحاجات دي مهمة جدا لازم نعرفها ولازم نعملها، لان هي دي بتحميني من انخفاض وهبوط ضغط الدم. تجنب الاستحمام بالماء شديد السخونة، لان المية السخنة والحمام السخن بيعمل لي انخفاض شديد في ضغط الدم، ده اللي اسمه تغيير نمط الحياة. لازم في بعض النصايح اللي بتغير من نمط الحياة بتغيره للأحسن تؤدي لرفع ضغط الدم المنخفض. تجنب الاستحمام بالماء شديد السخونة زي ما احنا قلنا، شرب السوائل كتير، شرب ما يتراوح بين 6 ل 8 اكواب من الماء يوميا، او تناول السوائل منخفضة السعرات الحرارية، وده برضو بعد استشارة الطبيب. محاولة رفع الرأس عند النوم من خلال اضافة المزيد من الوسائل اسفل الرأس. الامتناع عن تناول الكحول لما لها من تأثير ويؤدي الى انخفاض ضغط الدم عن طريق الجفاف زي ما احنا قلنا، والمواد المحتوية على الكافيين زي القهوة. الامتناع عن تناول الوجبات الغذائية الكبرى ومحاولة توزيعها على عدة وجبات صغيرة على عدة اوقات متفرقة، يعني الوجبة الكبيرة انا بجزئها لكذا وجبة صغيرة. تجنب الانحناء وتغيير
وضعية الجسم بشكل مفاجئ، لكن ده يكون بشكل ايه؟ تدريجي. تجنب شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل النوم زي ما احنا قلنا. النهوض من السرير بشكل تدريجي، لانه انت لما تقوم من السرير تقعد لبعض الوقت قبل النهوض من السرير. النهوض من وضعية الجلوس برضو بشكل تدريجي. تجنب الوقوف لفترات طويلة. تجنب الإجهاد وممارسة الحركات التي قد تزيد من الشعور بضغط في الصدر زي حمل الأوزان الثقيلة أو الكحة الشديدة. ممارسة التمارين الرياضية وخصوصا في الهواء الطلق. وتشمل هذه الرياضات الرياضة على منطقة الخصر والوقوف على أصابع القدمين وشد عضلات الفخذين وغيرها من التمارين المختلفة. ديت تعتبر أهم الحاجات اللي بنغير فيها من نمط الحياة للأحسن عشان نتجنب انخفاض الضغط. بعد كده بنلجأ للعلاج الدوائي. بعد ما شفنا الحاجات اللي بنغير بيها من نمط الحياة للأحسن، هنشوف أسماء الأدوية اللي بنستخدمها لعلاج انخفاض الضغط. هناك الأدوية أيضا التي يتم وصفها من قبل الطبيب لبعض مرضى الضغط، ومن أهم هذه الأدوية اللي هنقوله دلوقتي. أول حاجة، أول دواء مادة الفلودروكورتيزون، وده من الأدوية المخصصة لعلاج ضغط الدم المنخفض، ودوره مهم جدا في رفع الضغط المنخفض، وده من خلال العمل على احتباس الصوديوم في الكلى. لكن من المهم الانتباه لكمية البوتاسيوم اللي بتدخل إلى الجسم والحصول عليها بشكل كافي للتعويض عن ذلك. الاسم التجاري للعلاج ده هو كورتيلون أو أستونين اتش، وده بيتاخد بجرعة من قرص إلى قرصين مرتين يوميا. تاني دواء بنستخدمه هو الميدودرين، والميدودرين بيعمل على تنشيط المستقبلات التي تتواجد في الشرايين الصغيرة من أجل زيادة ضغط الدم، ويتم وصف هذا الدواء للمرضى المصابون بضغط الدم المنخفض الوضعي أو الانتصابي، واللي بيكون له علاقة بوجود خلل في الجهاز العصبي. ميدودرين في منه نقط وفي منه أقراص. الأقراص بيتاخد قرص مرتين لثلاث مرات في اليوم، والنقط بيتاخد 10 نقط على نص كوباية مية من مرتين لثلاث مرات يوميا. في بعد كده دواء كوراسور، في منه نقط وفي اقراص. نقط كوراسور بناخد 25 نقطة ثلاث مرات في اليوم او مرتين في اليوم او عند اللزوم. ده لعلاج الضغط المنخفض. بيعتبر دواء كوراسور في صورة النقط من العلاجات المتاحة والمهمة جدا لعلاج انخفاض ضغط الدم. والمادة الفعالة فيه هو مادة الهيبتامينول، ونؤكد على انه لازم يتم استخدامه تحت اشراف الطبيب.